في ظهيرة بعد قليل سنتناول ملف الحرب الروسية في أوكرانيا وتصريحات روسية جديدة حول استئناف العملية العسكرية هناك، وزيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران والمستجدات في الملف النووي. ومن دون سنتابع ردود الفعل حول الاستفتاء على الدستور، كما سنتابع من فلسطين آخر تطورات الميدانية بعد حملة اعتقالات في الضفة. تابعونا الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، الرابعة عصرا بتوقيت القدس على شاشة التلفزيون العربي، معي أنا نضال حمدي. يمكنكم أيضا متابعة بثنا الحي على يوتيوب، تجدون الرابط أدناه.